جاي اكلمك في الفيديو ده عن الصعايده. الصعايده اللي بيتريقوا عليهم وبيقولوا عليهم نكت، الصعايده اللي اصلهم فراعنه مصر، الصعايده اللي بنوا 90% من الحضاره المصريه القديمه، الصعايده اللي بنوا كل المعابد اللي كل العالم بيجي يزورها، الصعايده اللي منهم الدكتور ومنهم المهندس ومنهم جمال عبد الناصر رئيس الجمهوريه، الصعايده اللي منهم مكرم عبيد وعباس العقاد وطه حسين، الشاعر العظيم عبد الرحمن الابنودي وهدى شعراوي. صعايده الصعيد اللي ما فيهاش اماكن عشوائيه زي بقيه المحافظات، الصعيد اللي ما فيهاش بلطجيه، الصعيد اللي الصغير بيكبر للكبير، الصعايده اللي عندهم الراجل راجل والست ست، الصعايده اللي ما عندهمش تحرش ولا طولة لسان، الصعايده اللي لما يكون ليك حق بتاخده ولما يكون عليك حق بتدفعه، الصعيد اللي لو نزلته هتلاقي في كل عيله يا دكتور يا مهندس يا ضابط يا مدرس بيعلم الاجيال الصاعده، الصعيد اللي ما فيهاش راجل الا وشهم، الصعيد اللي بيغير على اهل بيته، الصعيد اللي ما ينفعش ينام في بيته ومراته تطلع تشتغل، الصعيد اللي لو حد داس على شرفه بيكون اخر يوم في عمره، الصعيد اللي لو هيموت من الجوع لا يمكن يمد ايده، الصعيد اللي لو الاب مات اقل عيل صغير بيطلع يشتغل ويكفي الاسره، الصعايده اللي لما تتكلم عليهم تتكلم بادب واحترام، لان هم اصل الحضاره الفرعونيه، هم اصل مصر، هم اللي بنوا معبد ابو سمبل ومعبد الكرنك ومعبد حتشبسوت وبنوا الاهرامات وبنوا كل الحضاره دي، الصعايده اللي الست فيهم بألف راجل، الصعايده اللي لسه محافظين على النخوه وعلى الرجوله. وبعد كل اللي قلته لك ده عايزك تتكلم على الصعايده والفلاحين بكل ادب واحترام.